دكتور دكتوره يمن حمائي، استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا خلود. كل يوم يا دكتور بنلاقي شهاده جديده بتدل على تعافي وقوه الاقتصاد المصري. اولا هذا التقرير من مؤسسه جولدمان ساكس الخاصه بالجنيه المصري وعن قيمه الجنيه المصري، ده معناه ايه ودلالته ايه وهذه الارقام بتشير الى ايه؟ هو شرحتي في التقرير الحقيقة هو أنه سعر صرف الجنيه المصري أصلا هو زي أي سلعة بيتحدد بالعرض من الدولار مقابل الجنيه المصري والطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري. الاثنين دول الطلب والعرض بيحددوا سعر الصرف. فعشان كده لما نيجي نحلل، وده ذكرتيه في الأرقام اللي قلتيها، لما نيجي نحلل مصادر العرض من الدولار، يعني اللي بيدخل لنا من الدولار ده عرض الدولار، فأهم مصادرنا هي السياحة. طبعا السياحة تأثرت سلبا بجائحة كورونا، وفي توجه إن شاء الله إلى التعافي، لكن مع عدم التأكد والسلالات الأوميكرون وغيرها ده برضو بيحط بعض الشك في ما يتعلق بقدرتنا ان احنا نحصل على الايرادات اللي كنا بنتمناها في ظل يعني كل المشاريع الرائعة اللي كنا شفناها والاحداث السياحية اللي من المفترض ان هي كانت تجذب اعداد اكبر بكتير من السياحة. المحور الثاني او المصدر الثاني هو التحويلات، والحمد لله تحويلات المصريين العاملين في الخارج هي يعني بتشهد نمو وما انخفضتش، ودي حاجة إيجابية جدا لأن هي تحويلات المصريين في الخارج زادت الفترة الأخيرة، بالظبط ما قلتش، ده أثر على قيمة الجنيه. دي 30 مليار دولار، وده رقم كويس قوي بالنسبة للتدفقات من الدولار اللي داخل. كمان احنا طلعتنا انباء جيدة على قناة السويس اللي هي كانت بتحقق 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع ان كل ده يزيد الى 7 مليار دولار، فده برضو تدفقات من النقد الاجنبي. اللي اشرت اليه طبعا الصادرات حصل فيها نمو، احنا كنا السنة اللي فاتت محققين 26 مليار دولار، السنة دي داخلين على 32 مليار دولار، فده نمو ما يقرب من 5 مليار دولار. احنا هنا يا دكتور بنتكلم عن الصادرات المصرية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة زادت، وده بالتالي أثر على قيمة الجنيه المصري. واحنا بنتكلم عن الصادرات يبقى بنتكلم هنا عن كمان قطاع الزراعة اللي كان فيه في الحقيقة نقلة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، ويمكن احنا كمان احتلينا المركز الاول في الكثير من المنتجات زي البرتقال والموالح، فاحنا كنا دايما بنتكلم عن هذا الموضوع، هنا بقى بنقول اهو ده النتيجه اثر على قيمه. صحيح كلامك صحيح 100%، بس كمان احنا عندنا قدرات اكبر بكتير من كده ان احنا نزود رقم الصادرات. صحيح. يعني لما نيجي نحلل هيكل الصادرات اللي تمت في مصر هنلاقي ان كل مصدر او كل نوع من الصادرات في اللي بتنتمي الى قطاع الصناعه، على سبيل المثال يعني قطاع الصناعه بينمو بمعدل منخفض جدا 4%، المفترض انه انا قطاع الصناعه ده في ظل التحول اللي بتشهده مصر والمناطق الصناعيه الجديده والخطه بتاع المكون المحلي وتشجيع الصناعات الصغيره، مفروض قطاع الصناعه ينمو بمعدلات توصل ل 20% لو انا خدت السياسات الصح، فده ممكن يعمل لي طفره كبيره جدا، خاصه ان انا لو اتجهت في اطار التصدير مع المكون المحلي. وهنا في نقطه مهمه جدا، انه يعني انا عايزه اطمن المستثمرين لانه في بعض التعبيرات بتطلع بمناسبه برنامجك، ان في تعبيرات بتطلع الناس بتخاف ان احنا هنمنع الاستيراد، يعني ان التوجه الدوله منع الاستيراد، لا التوجه لا احنا بنقلل الواردات، ولكن تصنيع المكون اللي عندي فيه مواد خام ويصلح ان انا عندي فيه ميزه نسبيه بحيث ان انا اصنعه بدل ما استورده، لان انا قيمه وارداتي بس
استورد حاجات كتيره قوي يعني لا يصح ان انا استوردها وعندي امكانيات ان انا اصنعها. صحيح. بجدوى اقتصاديه عاليه. طب دكتور يمنى، انا بس في ارقام عايزه بس ايه نوضحها للمشاهدين. الخبر هنا بيقول ان الجنيه حاليا اعلى من قيمته الحقيقيه بنسبه 15%، وبعدين كان في مقارنه لعام 2016 بانه كان هذه الفتره سبقت تخفيض قيمه العمله عام 2016 ان الجنيه كان بيتداول بنسبه 40% اعلى من قيمته العادله. ده معناه ايه الكلام ده؟ ده معناه انه احنا لما عملنا الاصلاح الاقتصادي في عام 2016 كان الحقيقه كان قبليها كان سياسه سعر الصرف ما كانتش سياسه سليمه، لان هي كانت بتثبت سعر صرف الجنيه المصري بالنسبه للدولار، مما ادى الى انه الناس بدات تخزن الدولار وبدات تستخدمه كسلعه وبدات انها تتاجر فيه، لانه ما بقاش يعبر سعر الصرف ما بقاش يعبر عن العلاقه اللي بتكلم عليها دلوقتي ما بين العرض والطلب. وبالتالي كان هنا حصل ان الدولار كان مقوم بأقل، يعني أو الجنيه المصري كان مقوم بقيمة أعلى من قيمته بنسبة كبيرة جدا، وده اللي أدى إلى المتاجرة في الدولار. لا احنا طبعا هو الغرض من التقرير انه يبين ايه؟ انه يبين ان احنا في المرحله دي بعيدين تماما عن المرحله اللي كانت فيها تثبيت سعر الصرف، مما ادى الى الحاله اللي شفناها، وده طبعا كان بيؤدي الى اختفاء الدولار، وعشان كده كان لابد من الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف عشان نقدر يعني نوقف ده، لانه ده له تداعيات سلبية خطيرة. تخيلي انك بدل ما الدولار بتستخدميه كعملة وانت محتاجاه للاستيراد ومحتاجاه لكل ما الاستيراد مثلا المكن بتاعك والمستلزمات الانتاج والغذاء وكل فاتورة الواردات بتاعتنا، فالناس بتخبيه وما بتحولوش لجنيه مصري عشان متوقع انه قيمته قاعدة تزيد. فده المقصود بالوضع قبل 2006. احنا هنا عندنا ايرادات في السياحة زادت وفقا لتقرير، عندنا وتصدير الغاز المسال كمان، دي كلها اسباب يعني بتؤكد قوه الجنيه المصري في الفتره الحاليه. ده موقف مختلف عن الوضع تماما، واللي عايزه اكد عليه اللي اثرتيه الحقيقه وشرحتيه في حته ان احد المصادر ايضا للنقد الاجنبي هو الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمار الاجنبي غير المباشر. المباشر ده هو استثمارات اللي احنا شايفين انه في توجه الى المستثمرين اجانب بداوا يبتدوا يدخلوا الاقتصاد المصري ويوسعوا من نطاق استثماراتهم. محتاجين نبذل جهد اكبر عشان نجذب استثمارات اجنبيه بتحسين المناخ الاستثماري ومواجهه شكاوى المستثمرين، فده اتجاه كويس جدا عشان ده بينقل لنا تكنولوجيا. يعني تحسين بيئه الاستثمار بشكل عام، يعني الوزراء بيقابل دي من المطالب الجوهريه افندم، تحسين بيئه الاستثمار بشكل عام سواء للمستثمرين الاجانب او حتى الشباب المقبل على مشاريع صغيره ومتوسطه، وده توجه الدوله خلال الفتره الاخيره، فبيئه الاستثمار هي اتحسنت طبعا عن الاول، ولكن لابد ان هي يبقى فيه تطوير اكتر. بالظبط. النقطه الثانيه بقى المهمه جدا اللي هو الاستثمار الاجنبي غير المباشر، اللي هو الاجانب، اللي هو احنا بيطلق علينا ايمرجينج ماركت، اللي هو الاسواق الناشئه، اللي هي بتيجي الاستثمارات بتدخل بتتحول الدولار الى جنيه مصري بيستثمر في اذون خزانه بالاستفاده من فروق سعر الفايده ما بين، احنا عندنا سعر الفايده مرتفع مقارنه باسعار الفايده في الدول المتقدمه اللي احنا عارفينها ان هي كانت صفر ويعني او يعني منخفضه جدا. النهارده في مخاطر من انه الدول المتقدمه على راسها الفيدرال ريزيرف الولايات المتحده في توقعات التضخم بدات تزيد بشكل كبير، حتى مستوى العالم كله تضخم زايد على مستوى العالم هيرفع سعر الفايده، يعني في توجهات لرفع سعر الفايده عده مرات، وبالتالي في اتجاهات بالنسبه لامريكا بالذات ان هي ترفع سعر الفايده على الدولار، لكن ما بيبقاش رفع سعر الفايده بالنسب اللي بتبقى موجوده في الدول الناميه، بتبقى بنسب صغيره، وفي تقديرات كبيره بتتكلم على انه الاسواق الناشئه هتفضل
يعني جاذبة بشكل ما، لكن ممكن ما يكونش بنفس النسبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. شكرا ليكي على هذا الشرح المبسط يا دكتور. تفضلي يا دكتور. يعني أخيرا فهي دي النقطة اللي بنتكلم فيها، لكن هيفضل النقطة المهمة جدا اللي لابد نركز عليها، ان مصر في اطار المشروعات القومية الكبرى اللي حصلت فيها عندها طاقات واعدة جدا في مجال الصادرات، وانه التوجه التصديري هو الحل لمصر، لان التوجه التصديري هو اللي هيخليني انقل تكنولوجيا، ادرب عماله، وهو اللي هيحقق، واحنا بنعمل مشروع حياه كريمه، هو اللي هيحقق العداله في توزيع الدخل. لان لو صدرت ملابس جاهزه واحذيه واحنا والله قادرين، ده احنا عندنا ناس بتصنع حاجات يعني في منتهى الروعه، وامبارح كان في توجيهات من القياده السياسيه انه الحاجات اللي احنا نصدرها تكون بمواصفات وقياسات عالميه. وسريعا كده خليني كده يعني اختصر اللي حضرتك قلتيه يا دكتور يوم، انه احنا نتيجه للمشروعات القوميه اللي موجوده في كل محافظات الجمهوريه، فرص العمل، تقليل نسب البطاله، التوجه نحو التصدير، ومحتاجين التصدير يكون اكتر، دي كلها عوامل ساعدت على فكره انه نحافظ على قيمه الجنيه المصري. ولكن طبعا وفقا للتقرير جائحه كورونا حول العالم ممكن ان هي يعني نكون يعني يكون في شويه قلق من توقعات، يعني احنا جائحه كورونا اثرت على كل قطاعات دول العالم، فمش عارفين هيحصل ايه بعد كده، وايه اللي ممكن ياثر بعد كده، او ايه القطاعات اللي ممكن ان هي تتضرر بسبب الجائحه. دكتور يمنى حماي استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس، شكرا لحضرتك.